اليوم من خلال هذه الذاكرة نواصل وإياكم تناول شخصية من بين الشخصيات الودنونية. يتعلق الأمر بالأب الروحي بمسرور، كما يحلو لأصدقائه ومرافقيه تسميته. فالكوري مسرور انطلق مبكرا ومنذ نعومة أظافره في النضال والمقاومة ضد المستعمر، بحيث انضم إلى المقاومة وهو شاب يافع. قدم تضحيات جسام من أجل أن يستعيد البلد حريته واستقلاله من المستعمر الفرنسي آنذاك، لينتقل فيما بعد إلى الانخراط في صفوف القوات المسلحة الملكية، والتي ظل في صفوفها إلى أن أحيل على تقاعده. ورغم أن قاعدة المتقاعد تفرض على هذا الأخير الراحة والسكينة والانعزال في بعض الأحيان من أجل الراحة، خاصة بعد عمل شاق ومتعب، جاب خلاله الأب مسرور كل بقاع المملكة المغربية ملبيا نداء الوطن، فهو العارف بشمال وغرب وجنوب وشرق المغرب. لكن الأب مسرور الكوري كسر هذه القاعدة، فهو لم ينزوي بنفسه ولم يخلد إلى الراحة، بل ظل القلب النابض والرجل المتواجد في كل المواقع، متتبعا الأحوال منطقة والبلد ككل، وظل يسير على نفس الخطوات التي نهجها خلال تحمله مسؤولية الدفاع عن الوطن، سواء على مستوى المقاومة أو على مستوى انخراطه في سلك القوات المسلحة الملكية. واستكمل الطموح من أجل تنمية المنطقة التي ولد وترعرع فيها غليميم، ومنها طبعا تنمية القطر ككل. بمسرور ورغم تقدمه في السن كان شابا يافعا في عقليته، مرحا في حديثه، رقيق الحس في تعامله وإنسانيته. اشتغل بدون كلل أو ملل من أجل إرضاء الله والوطن والضمير، ولم ينتظر من وراء ذلك مقابلا ماديا أو غيره. كان يعود المريض من الجيران والأصدقاء والأهل وعامة الناس كلما سمحت له الظروف بذلك، يساعد الفقراء والمحتاجين، يمد اليد والعون في المناسبات والأفراح والأحزان. ولم يقتصر بمسرور على هذا فقط، بل عمل على تأسيس العديد من الجمعيات والنوادي، منها الرياضية والاجتماعية وغيرها، كما يرجع له الفضل في تأسيس أول جمعية لكرة السلة، والتي كان نشيطا وعضوا فاعلا بها، كما يرجع له الفضل كذلك في إحياء تراث المنطقة الشعبي المتمثل في فولكلور غانغا. عمل بمسرور رفقة مجموعة من الغيورين على هذا النوع من التراث، على جلب بعض الشباب لتدريبهم وجعلهم يتشبثون بموروثهم الثقافي والحفاظ عليه وحمايته. وبالفعل نجح بمسرور في ذلك بتأسيسه فرقة لغانغا كلها شباب، وهذا طبعا عمل هام وجاد يحسب له، لأنه من الصعب جذب شبان وتحبيب غانغا إليهم في ظل هجوم ألوان موسيقية شبابية أخرى مثل الهيب هوب والراب والتيكنو وما إلى ذلك من الموسيقى التي تستهوي وتغري الشباب وتسلبهم هويتهم الحقيقية. فتحية تقدير واحترام للأب مسرور وأمثاله، فهم الصدق والوفاء، وهم المثل الأعلى للمواطنة الصادقة التي تعطي ولا تأخذ بدون ملل أو كلل، تتفانى في خدمة صالح العام والوطن. رحم الله بمسرور وأسكنه فسيح الجنان.